ما انتهينا به في المحاضرة السابقة، ألا وهو الإكزامبلين أو الإكزامبلات الموجودة في نهاية المنظمة. وعندها إن شاء الله نكون قد أتممنا فصل الجنريتر، الشابتر الخاص في الجنريتر. هذا الشابتر هو شابتر 28 في راجع. فنبدأ إن شاء الله على بركة الله في المثال الأول. المثال الأول يقول 220 فولت DC generators، عندي مولدين إيجابيين linear external characteristics. خصائص مالتهم ال external characteristics خطية. تعرفون احنا ايش قلنا؟ الـ external characteristics هي العلاقة بين الـ terminal voltage مع الـ I load، علاقة خطية. يعمل هذا أو تعمل كلا الجنريترين بشكل متوازي. One machine has a terminal voltage of 220 فولت عند اللا حمل و 220 فولت عند الحمل. هاي فيما يخص الجنريتر الأول. عندما يكون تيار حمل ايش قد 35 أمبير يعطي 220 فولت، أو التيرمينال فولتج مالته 220 فولت. نعم. بينما الآخر، يعني أقصد به الجنريتر الثاني، نو لود فولتج 280 واللود نضيف كلمة 220 أت لود أتريتد لود، أو نفس الجملة السابقة نضيف 220 فولت أت لود كرنت أوف 50 أمبير. تضيف بس هاي الكلمة at a load current of، at a load current of قبل ال 50 امبير. هاي عند اللود، عند اللود 220 قد ما يكون تيار الحمل 50. احسب output current of each machines بالنسبة للجنريتر الأولى والجنريتر الثانية and the busbar voltage، بوتي عند البصبة. عندما التوتال كرنت هو 60 أمبير، يعني التيار الأول زاد التيار الثاني اللي خارجات من الجنريتورين، من كلا الجنريتورين يجب أن يزودن 60 أمبير. لا الجنريتور الأول يستطيع تجهيز ذلك بمفرده، ولا الجنريتور الثاني يستطيع تجهيز ذلك بمفرده، مثل ما جاي نشوف القيم اللي قدامنا. ويريد أيضا الـ output power of each machines. طبعا هذا الحل هو قدامكم موجود بالملزمة بشكل مختصر. أنا عملت على حلها بورقة وقلم، وإن شاء الله راح تظهر لكم هاي الحلوة. نجي للمعطيات. المعطيات كالتالي، المعطيات هاي عند النولود بالنسبة للجنريتر الأول 270، عند اللود 220، التيار الحمل I load 1 أو I 1 شو تريد سمي 35 أمبير. هاي عند ال I load 1 إذا كان 35، لكن هل حاليا احنا نعرف الاي 1 ايش قد؟ لا، يعني هو جاي يعطيك هنت اذا يا ترى هذا الجنريتر اذا يطلع من عنده 35 امبير فانه الفولتيه 220. هل نعرف احنا ايش قد الفولتيه؟ هل نعرف، هل من الصحيح ان نقول مثلا تيار الحمل هو ايش قايل؟ تيار الحمل 60 امبير، مو يعني الاي 1 زاد الـ I2 تساوي لنا 60 أمبير. أستفاد من هاي المعادلة، خليها على صفحة.
بانتظار معادلات أخرى حتى تنحل، لأن بها مجهولين، إحنا نريد الـ I1 ونريد الـ I2. هل من الصحيح، هذا السؤال اللي أريد أقوله، هل من الصحيح أن نقول يأخذ من الجنريتر الأول 30 أمبير ومن الجنريتر الثاني 30 أمبير؟ لا، ليس صحيحا، ليس صحيحا. إنما حاليا أن اثنيناتين الجنريترين مشتغلة، ما نعرف إيش قد يأخذ من الجنريتر الأول هذا الحمل، إيش قد يأخذ من الجنريتر الثاني. فهاي المعادلة اللي قدامنا نخليها على صفحة بانتظار معادلات أخرى حتى تحل. منين نجيب المعادلات الأخرى؟ هو مو قايل الخصائص خطية بين الفولتية والتيار؟ نستفاد من هاي الكلمة اللي حجاها، فهو يقصد أنه الفولتية عند البصبار نقدر أن نحسبها بالشكل التالي، شقد هو هذا الجنريتر يولد عند اللا حمل بالنسبة للجنريتر الأول 270 ناقصا، شقد راح يسحب هذا الجنريتر، شقد راح يسحب تيار يضرب في نسبة هي مقدار الفولتج دروب، هي مقدار فولتج دروب اللي يحدث لهذا الجنريتر مقسوم على مقدار التيار اللي يطلع من عنده. يعني هذا الجنريتر الأول الفولتج دروب مالته من النولود للود 50 فولت يفقد في حال التيار الخارج 35، فأي كمية من التيار الأيوان تخرج تضرب في هذه النسبة، فيصبح هذا هو مقدار الفولتج دروب اللي تحدث لهذا الجنريتر. وهنا الكمية حاصل الناتج من هذه الكمية من هاي النسبة في التيار هو عبارة عن فولتية. ليش؟ لأنه إحنا جاي نضرب مقدار التيار الطالع في فولتية على تيار. منين جبنا هاي النسبة اللي قلنا 10 إلى 7؟ جبناها من 50 مقدار الفولتج دروب على 35. نعم، 50 اللي هو حاصل الفرق بين فولتج النو لود ناقص الفولتج اللود على 35. هاي 35 ما طالعة بالتصوير، ف50 على 35 على 10 بها 5 بها لا على 5 بها 10، وعلى 5 35 بها 7. فأي مقدار للتيار يخرج من هذا الجنريتر يضرب في هذه النسبة، وهو هذا المقدار يمثل ما مقدار الفولتج دروب التي تحدث عند البصبار، عند البصبار يعني تيرمينال فولتج. زين، هل هذه المعادلة تطبق على الجنريتر الثاني؟ نعم، لأن هو قايل كلا الجنريترين لديهم خصائص خطية، فبنفس الكيفية نعمل على استخراج مقدار الفولتج دروب اللي هو حاصل الفرق أيضا كذلك بالنسبة للجنريتر الثاني، فولتية النو لود اللي هي 280 ناقص فولتية اللود اللي هي 60 تقسيم ما يخرج من هذا الجنريتر. يعني في حال انه خرج 50 امبير يصبح الفولتج دروب 60، لكن شقد راح يطلع الاي 2 انا ما اعرف، فاضربها في ايضا مقدار النسبة اللي هي 6 على 5
هي كنسبة 1.2، فأي تيار خارج راح يضرب في هذه النسبة. بالنسبة للفولتية عند البوسبار طبعا يجب أن تكون مساوية، بالتالي نساوي كلا المعادلتين لي. طبعا هنا عندنا معادلة بها V و I1، وهنا عندنا معادلة بها V و I2، فهاي المعادلة نرقمها، هاي نسميها معادلة رقم 2 على اعتبار عندنا هاي اللي هي المعادلة رقم 1 فوق، وهاي المعادلة رقم 2، وهاي بالنسبة للجنريتر الثاني نسميها معادلة رقم 3، معادلة رقم 3. فصارت عندنا معادلة بها I1 و I2، معادلة ثانية بها V و I1، ومعادلة ثالثة بها V و I2. بما أنه هذه المعادلة هاي القيمة كلها تساوي V وهاي القيمة كلها تساوي V، إذا نساوي معادلتي 2 و 3 حتى شو يكون عندنا العناصر المجهولة هي فقط I1 و I2، فقط I1 و I2. بعد أن نساويها ونرتبها ونرتبها أكثر حتى نتخلص من هذا الكسر، هاي نضربها في 7 وهاي نضربها في 4 حتى شنو؟ حتى يسمح لنا بإجراء عملية الجمع أو طرح أو تعويض أو أي آلية بإمكانها أنه تحل هاي المعادلة. طبعا أنت تحل بأي طريقة اللي تراها مناسبة، وكلانا يطلع نفس الناتج، لأن هي هاي رياضيات، يعني كلانا يطلع نفس الناتج. ف أنت تحب التعويض، تحب الجمع، تحب الطرح، إن ذني معادلات معطيها بالثالث متوسط، أنت شلون ما تريد تحلها حلها، مهما تطلع لي قيمة الـ I1 I2. أنا كذلك سويت، رتبت المعادلة كما تشوفون قدامكم، ضربت هاي المعادلة في 10، فصارت هنا عندي 10 I1 وهنا سالب 10 I1، فسويت هاي المعادلة بالجمع، اختفى عندي عنصر من العناصر المجهولة، بقى بس عنصر واحد اللي هو الـ I2، فنحل هاي المعادلة ونطلع قيمة الـ I2 اللي هي تساوي 36. نعوضها في معادلة رقم 1 اللي هي تقول الـ I1 زائد I2 60، الـ I1 تساوي 60 ناقص 36.4، إذا I1 تساوي 23.6 أمبير. الآن عندي I1 نعم، عندي I2 نعم، أقدر أستخرج التيرمينال فولتج؟ نعم، تيرمينال فولتج أما بواسطة معادلة 2 أو معادلة 3 ممكن أن أستخرجه. نستخدم معادلة، حاليا أنا مستخدم معادلة رقم 2، نقول 270 ناقص 10 على 7 في 23.6، إذا تيرمينال فولتج أو فولتيرة بس بار تساوي لنا 236 فولت. عندي بس بار فولتج نعم، عندي الاي 1 نعم، تقدر اطلع الاوتبوت عند الجنريتر الاول فولتية في التيار نعم، فولتية عندي تيار عندي وقدر هكذا، كذلك بالنسبة للجنريتر الثاني فولتية عندي، اصبح التيار عندي ايضا اي 2، و القدرة ايضا اوتبوت اللي خارج من هذا الجنريتر بإمكاني أن أستخرجه. هذا فيما يخص السؤال الأول باختصار.
استفاد من معلومتين اللي هن اللينير اكسترنال كاركترستكس ومقدار مجموع تيار الحمل أو اللي هو الطالع من الجنراتور الأول والجنراتور الثاني اللي هو 60 من خلال هذين المعادل المعلومتين قدرت أن أوفر 3 معادلات تحلي 3 مجاهيل أو تستخرج لي 3 مجاهيل من خلالها طلعت تن المجاهيل وطلعت الأوتبوت أيضا عند الجنراتور للجنراتور الأول وللجنراتور الثاني. نلاحظ أيضا عند هذا السؤال أنه الجنراتور الأول أعطاني 23.6 أمبير والجنراتور الثاني أعطاني 36.4 أمبير، أي أنه ليست قيم متساوية، ليست قيم متساوية. نسوي فيديو ثاني خاص بالإكزامبل 2، نسوي إند ريكوردينج حاليا.